الأمن. أولا بس بداية كده المشهد النهاردة والإجراءات والخطط الأمنية المحكمة اللي شهدتها مصر النهاردة لتأمين أجواء الاحتفال بالقناة الجديدة، وأيضا تأمين مختلف المواقع والمنشآت الاستراتيجية والحيوية في مصر. أعتقد أنه دي كانت رسالة حازمة للعالم بأنه مفيش أي تهاون مع الإرهاب، وأنه هيتم التصدي بقوة وحزم لأي حد تسول ليه نفسه أنه ينكد على شعب مصر. ده موضوع أساسي للقوات المسلحة والشرطة في مجال المحافظة على الأمن، وعاوز أقول الأهداف الحيوية تخدم القوات المسلحة، وبالتالي مسؤولية القوات المسلحة والشرطة هو تأمين كل الأهداف الحيوية. فالنهاردة القوات المسلحة والجيش والشرطة ابتدوا ينفذوا الواجبات المكلفة بها بتأمين الأهداف الحيوية. أعتقد خطة التأمين النهاردة كانت كاملة ومتكاملة ومتداخلة مع بعضها، بشرط ان هو لم يستطيع احدا ان ينفذ داخل هذه الخطة الأمنية ويعكر صف الاحتفالات. واعتقد ان مصر الجيش المصري والشرطة والمشاركة الشعبية بالدرجة الاولى، انا عاوز اقول من هنا ان المشاركة الشعبية في الامن اساسية، لان الفرد هو اساس عملية الامن، الفرد هو عين اجهزة الامن في الشارع، ولا بد ان نحسن معاملة هذا المواطن حتى نشجعه على التعاون مع جيش الامن، لانه اساسي في عمليه الامن، بدونه يختل الامن. فلا بد ان يكون هناك مشاركه شعبيه في المنظومه الامنيه حتى تكتمل. وبالتالي بقول النهارده ان الامن النهارده بيستند الى قاعده اساسيه، عاوز اقولها على الهواء، ان لا امن بدون قاعده معلومات. لابد ان يكون هناك قاعده معلومات في كل المجالات، سياسي واقتصادي وعسكري واجتماعي. قاعده معلومات النهارده هي التي تحقق للمصري الطفره، ان هي يبتدي يحط خطط لسنوات قادمه. وفي الامن بقول ان قاعده المعلومات تحقق للقوات المسلحه والشرطه القيام بعمليات ردع امني. الردع الامني هو القيام بعمليات استباقيه وقائيه لضرب هذه العناصر قبل تحركها. فعشان كده بقول قاعده المعلومات في كل المجالات لابد ان تكون متوفره، ونبتدي بقى نبطل الفهلوه في الشغل، ونبتدي نشتغل زي كل الناس اللي في العالم. ان يبقى عندنا قاعده معلومات اقتصاديه تديك تصور للمستقبل، قاعده معلومات سياسيه تديك الافاق اللي قدامك والمخاطر، قاعده معلومات اجتماعيه عشان تحقق العداله الاجتماعيه. لاني عاوز اقول هنا بدون تحقيق العداله الاجتماعيه لن يكون هناك امن واستقرار. وبالتالي العداله الاجتماعيه مطلوب تحقيقها باي شكل من الاشكال، حتى يحس المواطن انه داخل دوله يؤدي ياخذ ما له ويؤدي ما عليه. طيب.